السلام عليكم. نعاودوا اللقطه شباب، درنا كوبي ومن بعد نعاودوا اللقطه. معكم زكريا عبد العلي مهندس برمجيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيف الحلقه سموه سفيان ابراهيم. سفيان ابراهيم متخصص دلفي، خبره 8 سنوات. عاد يعطيكم بعض النصائح بعد ما كان في الجزائر يبرمج بالدلفي، الآن يبرمج بالدلفي لكن في فرنسا. لذلك سيعطيكم نصائح وإرشادات لكل مبرمج دلفي يريد أن يطور نفسه وهكذا إلى الآخر. معكم أهضر بالعربية عادي نورمال، أنا أتمسخر برك، أنا أقصر برك. معكم سفيان أخويا، هو نعطلوا أسئلة ويجاوب ويقتحر على حد عليكم أمور وضع. السلام عليكم. كما سبق وذكر خونا عبد العالي اللي عنده فضل كبير علينا، حزره روح الله يبارك، انسى الحكايه هذيك. ايوا اوكي. كنت مبرمج في بالدلفي في الجزائر، وجيت هنا لفرنسا. راني مبرمج دلفي عند شركه دلفي ستاف هنا في فرنسا. احسن حقوق تهدرش على الشركه تاع ديطاي هكا. ايوا اوكي. انا نعطيكم نصائح الناس اللي حابه تجي هنا لفرنسا، زعما واش الصوالح اللي ولا واش هما كيما نقولوا لي كومبيتونس اللي لازم لكم ويحتاجوهم هنا بزاف، تحتاجوهم بزاف كمبرمج. مثلا عندك لازم تكون تعرف لا ميثود اجيل، معناتها طريقة اجيل، يكون عندك نظرة او موع على الاقل تكون تعرف واش هي لا ميثود اجيل. عندي لكم دروس ان شاء الله عليها، ما تخافوش. ان شاء الله. الخدش هنا البرمجة بطريقة اجيل جد مختلفة عن البرمجة في الجزائر. لما الواحد يكون يبرمج بنفسه يقوم بكل خطوات المشروع نفسه، بكل العمل يقوم به نفسه. هنا كم راح نجيو ان شاء الله لفرنسا، كم راح نشوفوا الفرق، لانك هنا مش راح تتعامل كلش وحدك، راك هنا في فريق. امبوسيبل. راك في فريق، والفريق هذا كيكون عنده رئيس مشروع، يكون عنده سكروم ماستر، مش عارف كيفاش سكروم ماستر. ومعظم الشركات هنا ومعظم الشركات البرمجيه تعتمد على طريقه اجيل. لازم نكونوا نعرفوا واش هي طريقة أجيل. في طريقة أجيل نخدمو بكما نقولوا دي زوتي، بأدوات مخصصة لهذه الطريقة. عندنا مثلا كاين أدوات كثيرة لتسير المشاريع. مثلا أنا الشركات اللي خدمت فيها كاين مش بالديتاي. وي ما نحكيش على اسماوات الشركات، ممكن سمحوا لي ممكن ما نحكيش على الاسامي باسكو راهي دير هنا في فرنسا دير مشاكل. هنا كي تذكر اسم تاع شركه تخلصها غالي. على كل حال سمحوا لي نحكي لكم على الادوات اللي تستعملوهم بزاف خارج هذه، خارج الدلفي وخارج اطار البرمجه. راح تخدموا ب مثلا اداه اسمها ريد ماين. مثلا احنا كنا في الشركه تاعنا نخدموا بريد ماين. ريد ماين هو اداه لتسيير المشاريع، يعني معناتها انت كمبرمج عندك دي طاش، عندك كيما نقولوا مهام، والمهام هذوك لازم تكملهم. كي تكمل المهام هذوك راك راح عبد العالي ممكن هو خدم اداه اخرى اسمها جيرا. هي جيرا. انت خدمت بجيرا، انا خدمت بالريد ماين باش نفهمهم بلي كاين بزاف ادوات. بصح هما خدمت بمونتيس، خدمت بجيرا، وخدمت بجيتراك، وخدمت بروكي روكي ثاني. هذا كل دي زوتي تاع جيستيون دي بروجي، جيستيون دي باغ، وجيستيون لا رابورتي دي باغ. فوالا. مي جيرا وهذا لي ريد ماين هما سبيسياليتي لا ميثود اجيل. لا ميثود اجيل فوالا. بون هذه ما يهمكمش بزاف لانه هذه الادوات سهله تقدروا تخدموا بها.
كاين اداه اخرى مهمه جدا اللي هي لقيتها هنايا، لقيتها مهمه جدا اللي هي الاسفيان. منير كونستانتين، وي منير، انا نهضر باللغه العربيه بصح هذا تبالي به هذا الجروب باللغه التي تتقنها. قال لك لا تهضر بها اي هذا الجروب مخصص للعرب كامل، علاش راني نسي بالعربيه الفصحى نهضر بالعربيه الفصحى باش كاع الناس تفهمني. فوالا انا ماذا بيا يكونوا الماكسيموم تاع الناس هنايا يشوفوا الاخرين. وصدقوني انا كيما اليوم كيما راكم نتوما تشوفوا في الفيديو، انا شفت الفيديو تاع عبد العالي، انا شفت الفيديو تاع عبد، والحمد لله اليوم راني هنا. زعما ما تقولوش باللي مستحيل ولا ما يدونيش انا ولا برك كومبيتونس برك. لازم تكون تتقن الحاجه اللي كدير فيها، تتقنها وتحبها. ثاني كنا نهضروا على الادوات، كنا نهضروا في الادوات، ادوات اللي تحقوهم بزاف، تحقوا الاس في ان، تحقوا جيت واحده منهم، جيت ولا اس في اس في ان. وانا هو الاس في ان الله اعلم، الناس بيوتيليزي. الناس دوك راهي تروح الجيت بزاف. اي فوالا الناس هذوك تروح الجيت بزاف. ممكن تكونوا تفهموا هي جيت ولا اس في ان، المهم تكونوا تفهموا كيفاش تخدموا. كان ياسر هما، كان سير سيف تاع مايكروسوفت، سير سيف كان ياسر هما، بس اس في ان هو اللي المستعمل بكثره. بصح مؤخرا بداوا كل اللي يروحوا الجيت، كل من بينهم انا ثاني الشركه تاعنا هو عبد العالي راح يخدموا بجيت. انا لحد الان خدمت في سمنتين وثلاثه نبداو في جيت خلاص. الاس في ان ولا جيت هما دي زوتي دو فيرسيونينغ. هما دي جوتي دو فيرسيونين كيما يسموهم هنا، يخدموا بهم بزاف. على كل حال انتم ماذا بكم تكون عندكم نظره على الاس في ان وعلى الجي على الاس في ان ولا على الجيت. كاش مشكل الاس في ان وعلى الجيت، باسكو هما في اي اونتروتيان في اي مقابله راح يسقسيك عليهم. انا لحد الان فوت ثلاث مقابلات، المقابله الاولى مع الشركه تاعي، درت مقابلتين مع زوج لي كليون. الشركه تاعنا هي كيما نقولوا تقدم خدمات لزبائن اخرين. ما كانش اللي ما سقسانيش على جيستيون دي بروجي، وما سقسانيش على الاس في ان، وما سقسانيش على لاميتود اجي، باسكو كاع يخدموا بلاميتود اجي. يسقسيك عليها اول حاجه هي لاميتود اجي، ثاني حاجه ندخلوا هنا دروك بالنسبه للناس اللي تخدم بالدالفي، مبرمجين بالدالفي. ماذا بيك تكون زعما تعرف الدلفي، مش نقولوا تعرفوا بصفه عامه، زعما تعرف الدلفي، تعرف بيان الدلفي، صدير كيما نقولوا تعرف هذا، زعما تعرف الدلفي باش هنا خاطرش راه يسقسيك اسئله ممكن هما يكونوا دي كيستيون كيما نقولوا بياج، قادر يسقسيك سؤال، قادر يغلط، قادر كذا. مانيش عارف امثله كثيره. مثلا انت تعرف دلفي، تعرف دلفي بصح ما تعرفش لي فيشي تاع دلفي، واش دلفي واش فيه لي فيشي، مثلا دي بي ار، قال دي اف ام، قال اف ام اكس، ما تعرفهمش. تعرف تخدم بروجي دلفي مي ما تعرفش هذوك واش يعنوا. قادر يسقسيك سؤال على هذا، غير سؤال. هي مش لازم باش تعلم برمجه تكون تعرف هذو لي فيشي، بصح هو يعطيك سؤال كيما هذا قادر ما تعرفش تجاوب عليه، تبان له بلي ما تعرفش. على كل حال انا ماذا بيا كون زعما الناس اللي تقدم كيما نقولوا سيفيات باش يكونوا هنا، على الاقل تكون تعرف دلفي ولا اي لغه برمجه اخرى، زعما كي نهضروا بالناس اللي تبرمج بلغات اخرى تكون تتقنها مليح. سورتو لا نوسيون تاع لورينتي اوبجي. جماعة لورينتي اوبجي هنا هو كلش، ما تعرفش لورينتي اوبجي كي تجي هناك راح تحصل، صدقوني زعما تحصل. باسكو ما كاينش لا بروغراماسيون بروسيدورال هنا، ماشي تكتب بروسيدور ودير هكا وطاف ومشي. لازم هنا تخدم لي زوبجي تاعك، تخدم بال كيما نقولوا حاجه كيما نقولوا كيف نقولوا حاجه فورمال حاجه كيما نقولوا نظاميه، ماشي غير شغل تبروغرامي وخلاص تخلط وخلاص. هنا ما هنا كل ستركتوري. كل مثلا تولي تبروغرامي وخلاص، ما تعرفش الالغوريتميك، ما تعرفش كذا، تبروغرامي وخلاص، راهم يضحكوا عليك صحابك، يقولوا لك بلي فوالا درت انا بوغ، فوالا درت كذا، وماشي محال تخلص لي كرواسون. باسكو حنا كيما لي جروب اللي هنا فينا، تغلط دير بوغ، تخرج اكسبسيون عند البرود، تروح تخلص لي كرواسون.
على كل حال اللي خرج ملاحظه نهضر لكم سفيان على البرمجه البروسيديرال او الاجرائيه اجرائيه. كاين ناس ثانيه ميهفوكم شويه هكا، مش يهفوكم، هما ناس متخصصين في البرمجه الوظيفيه، عفوا نقول لكم الفونكسيوناليتي البرمجه الوظيفيه هذه، ويقول لك هذه هي المعيار وهذه هي لا تكنيك سي فري، هي صحيحه سما جديده سما مش كيما الوظيفيه الوظيفيه هي خرجت الاخرى، وبصح شيء مع قليله الاستعمال واللي يستعملها لا بليبار هما جماعه الافشار، هذا ما كان افشار ويخدموا تبالي بها في لي ريشيرش بزاف ار تبالي ثاني لونغاج ار، بصح هي قليله الاستعمال يعني كاينين المود المهم الاوبجي وكم الاوبجي البرمجه شيئيه وكمل سفيان سمح سامحني انا قاطعت. المهم ولازم تكونوا تتقنوا لغات ماشي لغات كيما نقولوا الاجي بي دي، انظمه تسيير قواعد بيانات. هنا اللي طري دوموندي هنا في فرنسا اللي شفتهم انا اللي شفتهم بالنسبه لي انا ما عنديش اكسبيريونس كبيره، وعبد العالي بلكي يحكي لكم خير مني. كان اوراكل انا خدمت في دو بروجي، البروجي الاول خدمت فيه ومن بعد تبدلت في الميشن في زوج خدموا باوراكل 70% اوراكل و اسكيو سيرفر و 30% ما بين بروستغريس وبين جماعه اسكيو لايت وجماعه موبايل هذا وجماعه دلفي ثاني. هي مليح تكون تعرفهم مليح، هذيك حاجه دو بليس زياده. مي لازم يسقسيك في اي سي في كي تحطوا فيه اوراكل و اسكيو سيرفر بالنسبه لهم خلاص راك تعرف البازلوني. وماذا بكم زعما كي تكونوا تخدموا بالاس كيو ال سيرفر وتخدموا بلوغر، مش مجرد قاعده بيانات راه فيها راه علم الناس راهي الناس راهي علم كبير شو اسمه بي ال اس كيو ال مثلا الاخر تي اس اس كيو ال مثلا ترانزاكت اس كيو ال تي اس كيو ال والبي ال اس كيو ال هذو دي لونغاج سبيسيال تاع لا باز دوني باش تخدم بهم لي بروسيدور ستوكي تخدم بهم لي فونكسيون تخدم بهم لي تريجر تخدم اهلا سي رؤوف 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 مرحبا رؤوف الله يبارك راه متخصص ان شاء الله رؤوف كيما اليوم نتلاقى ياكل عبد العالي ونديروا بصره هنا ان شاء الله تحمس فينا بيتزا هاي حمسك انا اخويا عند الله يحمس فينا بيتزا يطيبها وقيله وحده يطيبها شفتوا وقيله خطره ديال الفيديو. المهم زعما ماذا بيا تكونوا كيما قلنا واش قلنا الاس في ان جيت تكونوا تعرفوا لا ميثود اجيل تيوري زعما تعرفوا واش هي لا ميثود اجيل وتكونوا في المجال تاعكم على كل حال. الله يسلمك رؤوف في المجال تاعكم معناتها دلفي ولا باز دوني تكونوا تعرفوا لي باز دوني. على كل حال ما تخلعوش بزاف ماهيش حاجه كبيره هنا بالعكس هنا الناس اللي مرفت بروغرامي وحدها الناس اللي دير فريلانس وحدها في الجزائر بالعكس كي راك راح تجي هنا راك راح تلقى روحك تعرف بزاف صوالح لي ديفلوبور الاخرين ما يعرفوهمش. خاطش هنا في فرنسا حاجه اللي ريماركيتها انه الناس مثلا تلقى واحد متخصص في الديفلوبمون ما يعرفش يدير باغ اكزومبل اناليز دي بيزوان ما يعرفش كيفاش مثلا يروح للكليون كيفاش ينيغوسي مع الكليون كيفاش يجيب يخدم الكاي تشارج. هنا في فرنسا معناتها هذه ما تلقاش الناس كل واحد خدمته معناتها واحد متخصص في الباز دوني يحكم باز دوني واحد مثلا تلقاه باغ اكزومبل مانيش عارف ريزو الريزو مثلا سيرفيس تاع مثلا تاع ريباراسيون ولانستالاسيون تاع ريزو الانتيغراسيون حاجه تاع الانتيغراسيون ديبلويمون تاع لابليكاسيون هذه مش تيست وسبيسيال تما هنا على كل حال انت راك تلقى روحك مثلا تعرف صوالح احسن باسكو انت راك حكمت مثلا بروجي وحدك. واش هي اللي الجانب السلبي كي تكون تخدم وحدك في الجزائر كي تجينا على كل حال مش راح تعجبك في الاول مش راح تعجبك بزاف تخدم اون جروب. علاش تخدم وحدك في الجزائر مثلا راك تفهمت مع الكليون تفهمتوا على مع الزبون تفهمتوا مثلا على المشروع كيفاش يكون تفهمتوا على كلش دروك انت راك تحوس تخدم الحاجه الاولى لو شوا تكنيك معناتها لي تكنولوجيا كتخدم بهم راح حتى تخدمهم مثلا مش عارف انت باريكس انت راك تخدم جريد تاع جريد الكراش كذا ديف اكسبريس تي شارجي تي ام اس يقول لك لا ما تعمليش الكومبوزيشن هنا راهي اوبليجيك مثلا الا هو خدم بالتي ام اس يقول لي فرض عليك بروجي كومبليت تخدمه بالتي ام اس فهمني. هنا مثلا
ثانيك بار اكزومبل انت مولف مثلا تخدم ميثود باش تجيب البرمجه داك اللي كل حال باش راح نتفاهموا كاع فيها خاطر كل واحد راه عنده طريقه تاعو عنده الطريقه تاعو مهما يكون تكون نظاميه مهما تكون يكون اي ستركتور بنيه كيما نقولوا هكا بصح كل واحد راه الطريقه تاعو مثلا انت كيفاش مولف تحط الانترفاس تاعك مثلا كيفاش تعيط لاباز دوني كيفاش دير لي روكات تاعك كيفاش ديرهم اي طريقه مختلفه هنا لازم تسيب روحك مقيد بال واش يدير باش دير ليكيب هذه لازم تكونوا تعرفوها تما هناك يجي ماكش حر بزاف ولكن فيها جانب ايجابي راك تعلم بالخف راك راح كيما نقولوا لي كومبيتونس تاعك تطلع بالخف هنا علاش باسكو راك مع مبرمجين اخرين يعطوك افكار تدي من عندهم تبدل لهم افكار تفهم اشياء على كل حال انا تبالي زعما تبالي مبرمج جزائري بال زعما بالامكانيات زعما اللي ناقصه في الجزائر كلش وتجي هنا زعما راح تلقى روحك على كل حال راح تلقى علاش هنا يمدلك كلش يمدلك كلش رؤوف واش قال واه عندك الحق انا كنت نخدم اختلاف شيء واحد هو تنسيق الكود انا نستخدم المسافه ويستخدم طاب هذه فقط مشكله وحدها صحيح هذه وحدها انا مثلا في قادر في بروسيدور لي بلوك هذوك دي انستركسيون انا مخلي بيناتهم اسباس قال مثلا هذه مثلا نعطيك مثال بسيط قال مثلا هذه دير لي لاصوم هذه مش عارف واش دير خلي بيناتهم مسافات باش من بعد نفهم واش يديروا هنا كي جيت مثلا تلقى واحد ما يبغيش هذوك المسافات تلقى واحد اخر يأيدك يقول لك انا نحب المسافات ثانيك شتو هذيك تاع كونترول دي في الدلفي مثلا كونترول دي باش يسموها باش هو مثلا الدلفي يسقم لك كلش هنا ما يقبلوهاش يعني شفتها الماركت ما يقبلوهاش علاش رايح دير لهم مشكل كبير في الاس في ان خاطر الاس في ان هو كومباراتور تاع لي فيشي يكومباري فيشي مثلا اللي راه دروك والواش تخدمت كي دير هكاك راح يدير باللي يدير شونجمون كبير في لي فيشي اللي درتهم على هذاك لي ديفلوبور ما يحبوش بزاف على هذاك لي ديفلوبور ما يحبوش بزاف فورمات كود على كل حال يعطيك الصحه رؤوف فورمات كود عندكم في الدلفيه اي كاين في كونترول دي غير كونترول دي يتريق لوحده كاين فيزيوال ستوديو عندهم فيزيوال بصح مش عارف حنا بالك عندنا قبل ولا مش عارف كاينه في الدلفي الله اعلم تبان لي في فيزيوال ستوديو نو في الدلفي 7 ما كانتش كاينه على كل حال الدلفي 7 ما فيهاش كونترول دي انستالو نورمالمون هذاك كاين ان بلوغين سيت كيسموه في الدلفي انستالو طابيلاسيون تعبنا ايش بدل لا في دروك راهي كونترول دي تريك كلش على كل حال ما يحبوهاش الميثود كيفاش هكا لا ميثود عندك الدوموند تاع كليون لا ميثود اجيل انا باختصار انا كيفاش خدمت فيها على كل حال حسب ما فهمت انا كي سقتي شحال من واحد كيخدموا بلا ميثود اجيل لا ميثود اجيل ما عندهاش مفهوم ثابت وحدك فاش خدموا فيها لا هما بليزير تيب بعد هما بليزير تيب تخدم بسكروم احنا كنا بايزوم نخدموا بسكروم سكروم ماستر عندنا سكروم ماستر هو واش هو سكروم ماستر سكروم ماستر هو كيما الشيف دو بروجي ماشي هو الشيف دو بروجي هو اللي يسير لي طاش تاعنا هو يقسم علينا لي طاش ويسهر على كيما نقولوا على هذوك لي طاش باش يكملوا في الوقت باش ما يكونش تاخر في المشروع لا ميثود اجيل تشوف المشروع طالع هاك كيما قالها واحد صاحبي المشروع تلقاه طالع هاك خاطرش علاش صدي هي لا ميثود تبان لي ناجحه باش كيما نقولوا يدي الماكسيموم ديفلوبر يعطيك لي طاش تاعك وتكملهم في الوقت المحدد في الوقت المحدد كي مثلا انت عندك لي طاش مثلا حنا رانا قال 5 تاع لي ديفلوبر مثلا نعطيكم اكزومبل 5 تاع لي ديفلوبر يجي كيما نقولوا الميتي ولا كليون عندنا لي طاش تاعنا قال خصني تخدموا لي هذه 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 نديروا ان بوين تكنيك بيناتنا قال باش نخدموا هذه واش لازم لنا في الاخر تاع الهضره تاع النقاش تاعنا سكروم ماستر تاعنا يطلب منا تايمينغ قد الوقت بوكيريزاسيون تايمينغ كل واحد يمد شحال كاين اللي يمدوا بالنقاط وكاين اللي يمدوا بالوقت انا اللي خدمت تاع النقاط كاين دي زابليكاسيون ولا كاين بكري كانوا يخدموا بلي كارت جوت بوكر شنو هذوك لي كارت البطاقات هذوك يجيو فيهم ارقام انت عندك هكا مجموعه من البطاقات فيها ارقام انت حسب صعوبه المهمات تموتي مثلا تمد هذه المهمه تمد لازم لها 5 نقاط هذه المهمه لازم لها
مثلا 8 نقاط هذه مهمة لازم لها 13 نقطة. هنا يخدموا شوف تبدا بنقطة واحدة ومن بعد تروح لنقطتين نقطة واحدة من بعد نقطتين ومن بعد 3 نقاط في التايم ايه انت الوقت قال دوجور تروجور سانكور بلور نورمالمون بلور وحاجه تفوت دوزور حنا عندنا تقسمها سبليتيا شاك طاش فوالا يقول لك 12 سي سا يقول لك بلي هذه ماشي طاش وحده لازم تقسمها شحال من فوالا وراك تزيد في الاخرين. على كل حال هذا 1 2 3 5 8 13 وهي رايحه على حسب كيفاش اسمه متتالية فيبوناتشي عاوتوا عليها في الانترنت تفهموا كيفاش جات زعما 1 و 2 1 زائد 2 تعطيك 3 2 زائد 3 تعطيك 5 3 زائد 5 تعطيك 8 5 زائد 8 تعطيك 13 وهي رايحه هكا متتالية فيبوناتشي يخدموا بهذه تاع البوكيريزاسيون. الناس اللي تبوكيريزي مثلا اللي يمدوا مثلا هي طاش انت انا بنت لي من اللي سجدت صعبه صديقي مثلا ولا زميلي الديفلوبر الاخر بنتلو باللي هذا الطاش انا مديت عليه 13 هو بنتلو باللي رؤوف قال لك رياضيات فيها شويه رياضيات بصح مش بزاف رؤوف كنا نحكوا قلت لك مديت مثلا 13 صاحبي مدويت سكرو ماستر قلنا عليه سكرو ماستر لازم يمدها لهذاك تاع اللي مد 5 يقولوا انت اللي مد 8 يقولوا انت قادر على شقاك 8 يقولوا وي 8 يقولوا معناها 8 عندك مثلا 4 جور ولا 3 جور صديبو على حساب كل الاخرى كيفاش يقولوا لازم تكملها لازم هو يكملها في هذاك الوقت ويا مثلا هو قال مثلا وي انا بور مو انا بالنسبه ليا كيفاش نخدموها ممكن انا نوافق الراي ولا ممكن انا نعطيلو مثلا مشكل نقول له المشكل الطريقه اللي راح تخدم بها ماشي هذيك هي مثلا راك راح ديرها راح تطيح في مشكل اخر فهمتوا الاخر هنا يكون نقاش بيناتكم هنا الحاجه اللي تعلموها النقاش ديفلوبر ما تخدمش وحدك جامي دير حاجه وحدك توجور حاجه قبل ما ديرها لازم لك تدير الراي تاع الفريق تاعك او سكرو ماستر مش شرط يكون ديفلوبر ولا يعرف تكنيك بيان هو المهمه تاعو يجيري لي طاش المهام صح هذه حاجه بون كاين حاجه تخد اخرين كاين حاجه تخد اخرين ثانويه ماشي ثانويه نقولوا في المهمه تاعها بصح استدير هذا كيما نقولوا 70% راح تخدم كيما هاك بصح مثلا عندك 30% هاك راح تخدم مثلا كيش نقولوا عندنا دي سبرينت بالك عبد العالي يحكي لكم اكثر احسن عندنا دي سبرينت مثلا احنا كنا نخدموا دي سبرينت واش هي مثلا لا سيكل تاع لا ميثود اجيل عندنا كل 15 يوم كيف مع في البلاد نعطيكم مثال سهل في البلاد انت راك تخدم مع زبون راك تخدم له في لابليكاسيون تاعو تلحق 15 يوم تروح للزبون تعرض عليه واش درت في 15 يوم وتعطيلو نسخه يخدم بها في 15 يوم هذيك ومن بعد هو يرد لك يلقى مثلا باللي ماكش داير واش حاب هو يلقى باللي مثلا كاين دي بروبليم واش مثلا دي بروبليم كيما نقولوا دي زانومالي مثلا دي بوغ كيما نقولوا دي بوغ خرجوا له دي ميساج او يماركيهم يعاود يبعثهم لك عن طريق اللي عقلتو في الاول قلنا لكم جيرا كيما عبد العالي جيرا وانا ريد ماين احنا عندنا مش احنا عندنا كاتسمن ايه سبرينت كيما نقولوا هذه المده اللي باش تلاقى الزبون سبرينت هذا هو سما كي فات يهضر شيف دو بروجي مع لا دومون تاع الكليون ويتفاهموا على واش ذاك السبرينت هذا يجي باش يفهمنا واش غنديروا حنا ويقسم لنا لي طاش فوالا وحنا عندنا سيبور حنا انتم عندكم سكروم ماستر احنا عندنا سكروم ماستر ترا سكروم ماستر واحد منا دور علينا السيبور كليون هذا هو اللي يقسم لنا لي طاش قال عبد العالي هام لي طاش تاعك نظمهم تاع انا نخش لهذا الابليكاسيون هو علي حبيبنا علي سيماسي عليك يا خويا لاباس شو علي هذا ذو فضل كبير هو والله انا ما شفتش الفيديو تاع عبد العالي هو اللي قال لي قبل تروح لفرنسا انا قلت له وي قال لي كاين تروح بالدلفي انا في الاول قلت له سي با فري تروح بالدلفي باسكو انا بالدلفي قالوا من راسي باللي تروح به بعيد
الله يسلمك علي خويا. نتلاقاو ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله، تجي مع رؤوف ونتلاقاو ان شاء الله. المهم نكملوا كنا نحكي هذا في احنا كات شاك كات سيمان كان سبرينت. بعد ما يديروا الكيت شارج ويديروا لا دوموند يعطونا لي طاش افير، ومن بعد انا ندخلهم في اللوجيسيال. قال فوالا هضروا لي سما في لارينيو يهضرونا، قال تاك 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 تشاوش تشاوش عندك تشاوش تقسمهم اون جينيرال. من بعد يبعثوا لك دي مايل هما على لي ديتاي والكيت شارج سما لي مورسو تاعك، ندخلهم في اللوجيسيال. قال تاك 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 كيما احنا كا سبيسيال خاطر شاك كل واحد عنده 3 ولا 4 بروجي قابضهم وحده، مش كيما ديزكسبير فوالا، مش كيما الاخرين يخدموا في جروب. خاطر اللي يخدموا في جروب نورمالمون عندهم صبوره ويلزقوا فيها لي طاش في بروجي واحد فريد ولا لي بوستيز. هذيك لصق فيها لي طاش، قال هذه مدها لسفيان. سفيان قدها تشغل فيها 3 سمان ماركي 3 زور سفيان حما داك. من بعد بيناتهم يتفاهموا، قال سفيان انا حاصل في. من بعد احنا ديليميتينغ يومي، احنا ما عندناش يوميه، هما نورمالمون عندهم. كنا نديروه كل يوم. لاباس عليه الحمد لله، سؤال عليك. ديليميتينغ هذا نديروه كل يوم. كيفاش ديروا كل يوم؟ معناتها كل يوم، كل يوم صباح ندخلوا رينيو. اول حاجه قبل ما دير والو كيتلاقاو كاع، يدخلوا كاع لي ديفلوبور واش يديروا. يقولنا ديلو ميتينغ ستاند اب، هو يقولنا هكا بلونغلي ستاند اب. نطلع نوقفوا كاع، كل واحد يهضر واش دار البارح، واش عادي واش بقالو، واش دار البارح، واش يدير اليوم، واش راك راح دير اليوم. علاش قلت لكم لا ميثود اجيل هذيك شغل توجور؟ احنا نديروه دو فوا بار سيمان. اه دو فوا بار سيمان. قال هاني ونواسي هام لي طاش لي درتهم هاني فاليديت مالي اون تيست، هذه اون كورت تيست. خاطر الشيف الشيف تاعك مش عادي يعود عارف واش لازم يخش للوجيسيال هكا باش سهل له باش ما يضلش يبقى يقرا. وميم طون هو علاش داروا باش يعرفوك اشكون انت راك مبلوكي في اون طاش مثلا. انت قادر شارلوك هولمز باش يعسوك بعد. اه هي وشي باش بوغ غاني دو طون. انت بلوكي في حاجه ما لقيتش حاجه، حصلت مخك حبس فتش عليها فتش عليها. كيما انا درك راني حاصل نحوس بالبولستاب تيلي شارجيت. قلت لك تيلي شارجيت ريكوبريت بولستاب سلايدر هذا كبير. هذا شي عنده اسمه لا بدل فيه تراك بار هذيك هي بالبولستاب. ما لا هي نورمالمون سلايدر هذا غير هكا كيما البروغريس بار هكا تعطي له. في البوستراب كاين واحد فيه زوز كيما نقولوا، دير به لي بيريود. عندي انا ديزاني ودير به لي بيريود. قال اسحق بيريود من تاع 3 مو واش دوموندو عليا اجوتي له دي كازا كوشي تسمى في البوستراب هذاك. عندك سال ازيد له دي كازا اجوتي له دي كازا كوشي وين كي تقدم تتكوشها وحدها، كي تكوشي هو يقدم وحده. دركا باش هذه اللي حاصل فيها ما عرفتش نديرها بجيكويري شويه معقده شويه سيرتو عاد تخش للسورس على بوستر هذا بوستراب سلايدر وتموديف في الكود سورس تاعو هو مخدوم بجيكويري. هذه اللي حاصل فيها يسمى كي تقعد حاصل. قال كي دير الديلي ميتينغ تروح تهضر معاهم فوالا. قال انا جي بلوكي، قال راني بلوكي في هذا نجيب زوان دات. قال ممكن صاحبك يكون عنده فكره يقول لك اماني نخدمها صاحبك اعطيها لي انا نخدمها، ولا ممكن يعطيك فكره يقول لك مثلا قال نجي نعاونك ولا لا. قال الشاف روح عندك دوزور خدم معاه يدير له طاش تاع دوبل طاش يسمى هذا دوبل او كريم وقال لك لا ميثود اجيل او كريم تبان لي يعرف لا ميثود اجيل فوالا. كمل احنا كنا نحضروا على ميثود اجيل على سكروم ديلي ميتينغ. هذا مهم كما قلنا. واش تلقى في لي بوستيت هذوك اللي علقوهم كما قال لكم عبد العالي في الطابلو وعندهم دي زيتا اون اناليز، من بعد عندك اوفير، ومن بعد عندك اون كور دو ديفلوبمون، من بعد اون تيست دو ديفلوبور، ومن بعد اون تيست دو ميتي. كيما حنا كانوا عندنا شحال من هذه سا ديبون كل واحد كيفاش يخدم. نحكي لكم انا مثلا كيفاش شغل طاش قبل ما تفتحها شغل تكون اون اناليز زعما اناليزي قبل كيما نقولوا تحلل بعد عاد باش تبدا في لاطاش هذا. الحاجه الثانيه تروح للديفلوبمون اوفر معناتها راك بدي اوبن كيما راك بديت فيها. من بعد تولي اون كور دو ديفلوبمون معناتها سي بون تخدم بها ان بروغريس تبعتكم اون انجلي باتري فابل ايه فيرمي وجي بي اس باش نروحوا ما كان جي بي اس راه مش مشكل خلي نقتلو كان طفات جوج معاه في الامان كانت فات سمحوا لنا الباتري راهي طاحت قاعده مع سفيان مليحه خويا ربي يبارك في ولد فاميليا والله ولد فاميليا. نقول لكم حاجه شوف هو ما يعرفنيش ما كانش قاع يعرفني ما يعرفنيش
واحد اللي ما تعرفوش سيرتو هنا في الغربه واعر بزاف باش دير فيه كونفيونس. والله غير دخلني لدارو دار فيا كونفيونس، شوفوا كيما نقولوا هضر مع ناس على جالي، ضرب عليا الارض اخويا، ضرب عليا الطابله كيما نقولوا ربي ربي الجزائر. والله شوف ما يعرفنيش وانا ما عندي حتى واحد، والله كون ماشي هو كون بالك ذكرني مازلت في لوتيل ولا ربي برك ربي سبحانه ربي لاقانا والحمد لله، وان شاء الله نقعدوا توجور كيما هكا احباب، وان شاء الله توجور نتلاقاو ان شاء الله، وان شاء الله نتوما تجوا نتلاقاو ونكون نديروا جروب كبير ماذا بينا حنايا، ان شاء الله نديروا جروب ان جروب كاع تاع ديزالجيريا. ايه ربي يحفظك. انا قال لي رواح تبات ايه مرحبا خويا رؤوف 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 ترى قلت له كي كان في بسكرا انا شفت الفيديو خويا شفته. ايه كيستيون سور اجيل او علي علي على كل حال كنا في الجزائر، حضر معايا حضر معايا ملتقى هكا داروا ثانيك انسان ثانيك راه ربي يحفظه، داروا على لا ميثود اجيل، هضرنا على لا ميثود اجيل. زيد علي ثانيك ممكن راه عنده فكره على لا ميثود اجيل، زيد هضر شويه على الدب فيك. ايه قلنا هنا كي تجي لي دوموند لي دوموند تاع الخدمه تاع الدب كان كان بزاف اللي ريكريتيو فيهم اون جينيرال ما تهضرش في بون. هنا كي نهضروا زعما دلفي ما كانش بزاف ما كانش بزاف في الشركات تخدم بالدلفي، بصح هنا دلفي راه مونك هنا كيما قال عبد العالي صحيت امين اخويا وحشه ليك انت وحشه ليك ملي تزوجت بس ثلاثه هضرنا اخويا. قلنا الناس هنا ما يخدموا هنا الشركات تاع البرمجه ما يخدموش بالدلفي بزاف، قلال شركات البرمجه اللي يخدموا بالدلفي. على كل حال هي معظم الشركات اللي يخدموا بالدلفي هنا كانوا عندهم مشاريع قديمه خاصها لا مينتونونس باش يخدموا بالدلفي، هذه هي معناتها مشروع قديم وراهم يزيدوا يطوروا فيه مثل ما خدوهم في 2002 ولا 2003 وين كان الدلفي في هذا الوقت. عبد العالي بالك عنده هذا هو علاش بطلت من الدلفي، علاش هكا الوقت الوقت هذا نوفو بروجي تسمى ديما دير لا مينتونونس اجوتي موديل اجوتي موديل وزيدوا شي حتموا عليك ما يقولكش اخدم كما تحب اخدم بنفس الطريقه اللي خدمنا فيها البروجي عنده 40 سنه اللي بد الطريقه القديمه هذيك تسمى تحوس دير جديد ما تقدرش. الحاجه الايجابيه الحاجه الايجابيه واش هي الحاجه الايجابيه هنا انك الدلفي ما كاش ناس تخدم بالدلفي، هنا الناس اللي تخدم بالدلفي دي فرونسي تلقاهم هنا يخدموا بالدلفي واش يكونوا يكونوا تلقاهم كبار انا رايح كبار في السن شوابين روحوا اي روحوا نمشوا نهضروا اي روح تلقاهم كاع كشغل تلقاهم كبار الناس اللي كانت تخدم بالدلفي وما بدلوش لا تكنولوجي هذه هي. تما هنا يعطيكم امل باش الناس تجي من الناس تجي من الخارج وعندك الحق باش تخدم هنا، صادير كيما نقولوا عندهم حجه بيجيبوك خاطر هنا مش صعبه باش يجيب مش سهله باش يجيب مبرمج مثلا من شمال افريقيا ولا مش عارف من العالم كله باش يجيبوه هنا. بون يعني واش قلنا كيفاش تقلب البروجي كيفاش تقلوبي لي كود تاع ديفلوبر سي شاك ديفلوبر فوالا ديفلوبر كوتي انا ما فهمتكش علي مي فهمت نورمال من القصد تاعك اون جينيرال معناتها كيفاش انت راك ديفلوبي وانا ديفلوبي في بروجي واحد كيفاش نحطوا لي كود تاعنا معناتها انا ما نخسرلكش الكود تاعك وانت ما تخسرليش الكود تاعي صح هذه راهي فكره. هنا هضرنا على الاس في ان، الاس في ان هو اللي يقوم بالعمل هذا. اس في ان صدقني اوتي تري تري سامبل ممكن تقول انت وصاحبك بن تمره اللي تلاقيت بك خطره تلاقينا مع بعض تقدروا مثلا تانستالو الاس في ان وتخدموا مع بعض. كاستوراما قدام كاين واحد اخرى وقيله مش كاين واحد اخرى اه وي وي كي دخلنا كانت دراغون بول منا سمحوا لنا باش ما يشوفوش كمل الهضره كمل. ايه قلنا تحيه لقيت او راه في بالك خدم بالقيت. على كل حال هنا حسب ما فهمت راه الناس شركات كبار راهم يحوسوا يتحولوا لقيت من بينهم حنايا من بينهم عبد العالي من بينهم عبد العالي رؤوف بالك ويحكي لنا ان شاء الله كان يدير لنا فيديو ندير هكا ايه انا ندير عليها درس ان شاء الله بالك عبد العالي ثاني كيدير فيديو على القيت بربي ان شاء الله ان شاء الله. بون انا لحد الان حنا نخدموا بالاسفيان نخدموا بالاسفيان حنا لحد الان نخدموا بالاسفيان كما قلت لك علي الاسفيان هو اللي راح ينظم بينك انت وديفلوبر واحد اخر ما تقدرش تخسر له الكود تاعو هو يخسر لك الكود تاعك. هنا راك راح دير واحد العام تقوم بعد العمليه كي تجي راح تريفري الكود تاعك تقوم بعد العمليه المارج كما سموه مارج
كيف نقول ماتشينغ ماتشينغ كما قال لك عبد العالي شغل ميرج دير الكومباريزون بين لا ريفيزيون اللي راه عندك ولا فيرسيون اللي راهي في السيرفور تاع الاس في ان خلاص انت تليفري ودير ودير دير لا ميزاجور تاع 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 الاس في ان على كل حال مش راح يوقع اختراق كبير الا اذا ما عرفش تستعمله برك الا اذا ما عرفش تستعمله اس في ان هذا راهم يخدموا به دوكوي ما عارف شحال انا على كل حال جامي خدمت به من قبل حتى كي جيت هنا تعلمته بشويه صدقوني هو ساهل بزاف بصح ولكن في كل راح نسالوكم عليه في كل مقابله راح نسالوكم عليه اس في ان الحاجه الاولى اس في ان اس في ان بالنسبه ليه ما تعرفش اس في ان معناتها راهي راح ينغبن معاك كيما هاك ان شاء الله انتم تكون عندكم نظره كي اول حاجه يخدم في جروب ولا لا اول حاجه يقول لك جروب خاطر هنا هنا خاص هنا في فرنسا هنا عندهم سي با نورمال واحد يخدم وحده خاطش يقول لك كيش خدمت وحدك يقول لك شكون اللي كان يدير لك كاي تشارج شكون اللي كان يدير لك كذا عندهم ديفلوبر ما عندوش هذه الخدمه شكون اللي كان يدير لك يكريك لا باز دوني شكون اللي يدير لك لوبتيميزاسيون تاع لا باز دوني شكون اللي يدير لك لي تيست يونيتير شكون اللي تيستي لك الكود حنا اي عبد العالي حنا نبالك في دي زيكسبير تما اللي يخدموا معايا كل دي زيكسبير اللي عنده تما 45 سنه 30 سنه فهمني كيفاه جماعه الشركه تاع لي زيكسبير تما شفت انا كل واحد شاد شفت انا ما عندناش كاي تشارج عندنا دوموند كليون تاع عقب ديريكت تاع لي دير لا كاي تشارج دي لاسبيكت ديجا حنا نقزو من كلا كاي تشارج ديجا دير ديريكت لي سبيسيفيكاسيون تكنيك وتبدا تخدم بعد فهمني ومن بعد مش حصلت في حاجه لازم تموديفي لا ستريكتور تاعك تموديفيها بلا ما تعاود تكتب ثاني ديريكت موديفي في لا باز ديريكت واحد ما يهضر معاك حتى الباترون كيما نقول كي المدير العام بعد الكبير خلاص الراس الكبيره خلاص كي جاب شي طبقوا علينا لاجيل قلنا لهم راهي ما تصلحش معنا هنا راه كل واحد قبل البروجي ما كانش هذه تاع طابلو ودير طاش 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 قال لك اخويا اوبليجي كيف هذه النورمال راكم تخدموا بلا كاي تشارج بلا احنا اسمها ديزيكسبير باش يتقنع هذا الشيف الكبير خلاص باش يتقنع باللي رانا نخدموا كل واحد وحده ما قدرش يتقنع بها فهمت ايه. كيفاه سما هنا لو ترافاي تاع جروب سي اوبليجي فوالا هنا كي تجي تشوف ترافاي تاع جروب كيما قال لكم لا ميثود اجيل هنا باش يزير عليك يزير عليك باش تخدم باش تعطي الماكسيموم تاعك باش البروجي يطلع ايه سمحوا لي جماعه رانا في لاسونسور ممكن تكون في البث